الإنسان اللي ضال. أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنهم جرحان الميامين، جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ممن ضحوا بدمائهم وبأجزاء من أجسادهم لينعم الشعب اليمني بالحرية والكرامة والأمن والاستقرار. فارسنا في هذه الحلقة نموذجاً مشرقاً لمثل هذه التضحيات النبيلة. فرسان اللي ضاع. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين مع واحد من فرسان هذه الحلقة، الفارس مناع مسعد، أحد أبناء مديرية نهم وأحد أبطال أيضاً جبهة نهم، أحد الجرحى الميامين في هذا الوطن. أحييك أخي مناع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر جراحك وأن تشفى بالقريب العاجل. مناع، لو تحدثنا عن سيرتك، السيرة الذاتية لمناع، فمن هو مناع؟ مناع كان من قادم من اتجاه الجيطول الحوثي مزارع، يعني شاقي بعد لحاله لين جاء. أنا درس يعني لصف سادس هكذا قرق، قلت للتعليم وديه، ولا أنا مزارع لله الحمد وفوق حقنا لين جاء. متزوج متزوج لله الحمد، لي 8 أشهر محين زوجت، وعاد احنا للحين نبأ نقاش الحوثي وركب الرجل ان شاء الله. ان شاء الله، وانا ولا نستعي نخضع لهم ولا نذل لهم ايا كانت الجراحات، ايا ما كانت الجراحات. ومن حين قدهم مذلولين واستجبنوا فعلوا الالغام، هذا لا يهمنا. لو يسيرن الثنتين ما همنا، بركب رجل ومشينا. ما هي كانت احلامك وطموحاتك السابقه قبل ان يفجر الحوثيون الحرب على الشعب اليمني؟ ايش كان طموحتي؟ طموحتنا في حق الثوره 2011، احنا بنطرد رئيس سابق له 33 سنه اشفع لليمن، خرب البلاد، دمر البلاد، خرب البلاد. وذا الحين شوف انقذ الصناع في مآزق لا يعلم بها الله، سلم الدوله للحوثي والجيش، سلم السلاح للحوثي، سلم الطيح الصواريخ كذا، ما هي مبني من اول اليمن بناها اداها للحوثي. اذا مناع مسعد، لو تحدثنا ايضا عن عملك، ما الذي كنت تعمله في المنطقه، واين كنت تزارع، وايش اللي كنت تعمله بالضبط انت والوالد والاهل؟ انا والله انا كان زارع ورعى غنم، ولاني افتخر في هذا. انا لا صرت اشغل حد ولا ابي قاصد الله بعد حالي، وانا مستقبلي انا والوالد، الوالد الله يرحمه قد مات، وعاد احنا يعني جهاء، والحمد لله ان مع ان احنا رتبنا على الخطوه الصح، ما جيناش كذا ولا كذا. يعني لم تسلم اموركم للميليشيات مثل ما خضع البعض لها؟ يعني هذاك ماش في ما تقول خضع، ما خضع لها شيء يعني ذل ولا شيء، خضع لها ايش؟ ممتلكاته، يعني في ما تقول استجبن عن الدنيا ما حسبش للاخره. بينما مناع ترك كل شيء لاجل الوطن ولاجل الله. مالي وحلالي وما معي في البلاد من اجل وطني ومن اجل الدين ومن اجل رفعتك على كلمه الله ومن اجل الدين ومن اجل الوطن وحريته وكرامته والحريه عندي اغلى حاجه. حين واحد يقع حر اغلى من كنوز الذهب. والدليل على ذلك انك اصبت في اكثر من جبهه واكثر من منطقه، واصبت ايضا بكل هذه الجراح ومع ذلك صامد، ما يعني بان الحريه بالنسبه لك، بالنسبه للكثير منك، بالنسبه لك والكثير من امثالك مقدسه، وضحيتم لاجلها بكل هذه الجراحات. طبعا راح اتحدث معك بكل التفاصيل عن مسار نضالك في الجبهات وعن المواقف التي خطموها في جبهة نهم، وأيضا قصة جراحك في تلك الجبهة القريبة بإذن الله تعالى أن يتجه فيها الأبطال باتجاه العاصمة صنعاء لاستعادتها
واستعادة الدولة والشرعية. أعزائي المشاهدين تابعونا بعد هذا الفصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين ومع فارسنا مناع مسعد. مناع، كما رأيت وسمعت منك في المقدمة التعريفية بأنك مزارع ومن ريف محافظة صنعاء، ما الذي دفعك إلى حمل السلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا دفعنا إلى حمل السلاح لما تقول ظلم الإنسان، عدل للإنسان. إحنا قمنا بثورة حق 2011، عدل، نشتي عدل وتقسيم الثورة هنا الثروات وتقسيم المناصب على سواء. اليوم هذيك الأيام كان واحد يدرس ويقام بريد يريع وظيفته ولا الشيء لو ما تطلع، وهذيك الأيام ما يطلعوهاش إلا بالوظافة الوساطات، من هو ولا الشيخ ولا ولد مسؤول ولا كذا طلعوا. غياب العدالة يعني؟ غياب العدالة، غياب عن كل شيء. من هو قد قلت لك، ابن مسؤول ولا ابن شيخ ولا ابن واحد يعني ملتمس غلط فيمكن أو يطلع. قريب من العائلة أو قد قلت لك أو قريب له أو من يعني لقيت بغير واحد يتوسط له في الدولة فهو يطلعه يطلعوه. هذا ولي ما بش معه لا وساطات ولا معه يعني زرد ولا بيه، فهو حيقنبر يريع على وظيفته أو يبيعوها لواحد ثاني وما قد وصلت عنه. وفي قطاع الزراعة أيضا لم يكن هناك اهتمام بالزراعة، كان معظم المنتجات الزراعية تنتهي لأنه لا يوجد تصنيع، لا يوجد صناعة، لا يوجد الزراعات بعضها المشاريع يسلمها لأيدي السرق الفاسدين المسؤولين المشايخ هؤلاء حقانها اللي كان يلقطوا الزلط ويبيعوا المشاريع. إذن ما الذي دفعك إلى حمل السلاح؟ دفعني ومتى وكيف بدأت أولى خطواتك حمل السلاح ضد ميليشيات الحوثي؟ أنا قمت على الوطن وعلى ما وعلى الدين وعلى كرامتي وعلى كرامة عائلتي وعلى ذي لا حدا يهني ولا يهن. أنا قمت أدافع من شان هذا ومن شان الدين من شان الوطن. الوطن لو نهد الشمخ السود الجبال إن إحنا ما نتزلزل عن الوطن ولا يعني دي. هذا جاء كان يقول الدبة بأربعة ألف، الحين بكم قدي في صنعاء؟ ب18 ألف 20 ألف. حق إيش؟ دمروا البلاد في الأخير، اختطفوا دمروا البلاد، زرعوا الألغام. شوف هم وقاني يقول مسيرة قرآنية، مسيرة دمار، مسيرة تلغيم، مسيرة نهب الأطفال للجبهات، مسيرة يغتصبوا الإنسان غصب يصير الجبهة. أش من مسيرة؟ يجبروا على الناس الضرائب والدعوات ولا هذا غربنا. أقول لك في هذا عدد الإنسانية، أما يشتي مجهود حربي ويشتي حق النقطة ويشتي حق ذي ويشتي هانك وهانك ما يخليك تخرج من عنده إلا وقد خلاك مفلس. إذا كل هذه العوامل هي التي دفعت المزارع مناع بأن يتجه إلى الجبهات دفاعا عن الوطن والتصدي لهذه الميليشيات التي دمرت البلاد والعباد وأزهقت الحياة والأحياء في هذه في اليمن. النقطة الثانية أو المرحلة الثانية من مرحلة نضالك، توجهت أنت إلى الجبهة، كيف كانت البداية؟ كيف انتقلت وحملت السلاح ودخلت أول معركة؟ أول معركة بدأنا من عمران، احنا انتقلنا الى الفرقه وكان علي بن محسن حفظ الله ورعاه موجود، فدربنا اللي دربنا واحنا قد كان سجلنا عسكر قالوا عدد الاسماء ما قد طلعش، فجاء من قد يطلع الكل، جاء من يطلعني ويطلع كم من واحد مظلوم. ليس لأجل وظيفة ولا لا أجل وظيفة ولا لا لأجل ما إحنا سجلنا، قلنا إنه الصون كرامة الشعب وكرامة الشعب والمواطنين ونشتي الإخلاق الإنسانية، هذا كرامة الإنسان والعدالة والعدالة الإنسانية هذا عندنا نشتيها، لأن إحنا يمنيين ما نرضاش نصير على ما يشتو لا على شلة الفاسدين والله يغتصب يدز على يده ولا شيء. لو بدأنا بأول معركة شاركت فيها،
أول معركة شاركت في حيص عمرة، أول معركة شاركت في ما تقول قاتلنا، وهم كان بيننا إحنا والحوادث هذا الشرطة العسكرية. الشرطة العسكرية بعد ما بيننا إحنا وهم الشرطة العسكرية، الشرطة العسكرية اختانت طعنتكم من الخلف. طعنتنا من الخلف ودرينا لو قد قفزوا عندنا. هذا طبعا قبل دخول صنعاء. قبل دخول صنعاء قبل ذي قلنا لك الشرطة العسكرية اللي كان تبع العائلة اختانت اللي في خانتكم يعني اختانت، وما وقع قتل حميد وذي إلا المشايخ والشرطة العسكرية ما غيرهم. الخونة عموما في كل الأطراف. على العموم الثاني بعد معركة عمران إلى أين اتجهتم؟ اتجهنا في ما تقول اتجهنا قالت لنا لو ما انتهت المعركة في عمران قد انسحبنا بعد موت القشيبي الله يرحمه الكبرى يعني. بعد موت حميد القشيبي انسحبنا إلى عمران إلى رحب في قنبرنا في رحب، فوصل يشتي يدم قالت لنا هناك ودينا شهداء الله يرحمهم ودينا جرحى ويدنا كل شيء. الثانية كيف يفعلوا كيف يسووا الجرعة قالوا هي طلعت الأربعة ألف ذا الحين إحنا طلعت الأربعة ألف أش عيرد قدي بالمدبول ذا الحين بأربعين ألف بالمدبول من أربعة ألف إلى أربعين ألف وكان الظاهر هي كرامة الإنسان. وكان ذلك مبرر لدخولهم صنعاء بعد ما دخلوا صنعاء ما أدرينا لو قدهم داخلين صنعاء بيظاهروا وقتلوا وسط صنعاء. أنا الصدق في حق صنعاء ما شارك لأن إحنا منتبهين فينا لا حدا يطعن من الخلف، وكان بها هؤلاء الشلة سرق في ما تقول المشايخ والمسؤولين وذا حقنا مخيمين هناك طبعا مش بنا. كلهم لا تعمم يعني بعض الخونة هم اللي غادروا بالله هم ما دخلوهم منه إلا المشايخ ولا المسؤولين فينا وكان يخيموا. الآن الحمد لله احنا بنذيه هو ذا الحنة شوف كفوه سعى على رأيهم وهو ما يتسو، وأنا بحريتي وكرامتي وبعزي أني أفتخر أني أنا حر. والمرحلة الثالثة بدأت من كوفل. كوفل أول معركة. أول معركة في كوفل قاتلنا وعادة 312 مدري 310 مدري 300 قلت لك بعد قاتلنا هناك في كوفل. في كوفل وعادهم كان يعني مستعدين عادوا منتشرين كانوا بداية منتشرين بداية المعركة فانسحبنا إلى الجفينة فقاتلنا في الجفينة حتى تصوبت هنا. أول إصابة. أول إصابة رصاصة هنا وهرجي من هنا والحمد لله. قنبرت يجي نص شهر وارجع. جبهة ما فيش عندنا. وقاتلنا حد ما قاتلنا لين ردناهم الأصروح. انتقلت لا عند أبو مرسل فلا عند الشيخ خالد وعاد كانك كتيبة ما اليوم قدوه لواء فضاء الله ورعاه يدوه قائد لواء اللواء الأول مش هجبل اليوم وهناك كان الكتيبة الخامسة. احنا من حماستنا ومن شجاعتنا في نجلات فعلنا لها غير ثلاثية قدام لين صرناهم المحجزة وبعدين سحبنا من هناك إلى فرضنته. فطلعنا تحركنا من يعني معسكر نباح حق أنا حق الولد الحين إلى الكولة الخانق فمشينا رجل. كم كيلو مشيتوا؟ مشينا يجي 65 كيلو رجل وطلعنا لهم من جبال ومن طول الليل طرحت هذا السع وإحنا قرحناها عليهم يا الله. وها وفعلنا هناك حد ما فعلنا
لين وصلناها بران، وصلناها بدناها على محلي وهذا الشيء. وجوا اخوانه من قفانا اللي اهل البيوت اللي كان جو من قفانا يطعنوا. فلين رجعت قنبرت فوقهم يجي خليناها فوقهم سنه وحركناها لا دي و ولا وقع شيء هذيك اللي. وبعد طلعت المنصاع وقعت لي شظايا ودي. ما الذي حدث في المنصاع؟ كيف دارت المعركه هناك في المنصاع؟ دارت المعركه احنا طلعنا في ما تقول المصنع جبل اسمه المصنع والجرب. طلعت رجل رجل قنبرنا يجي ثلاثة اشهر فيها واربعه والشيء اللي يفتح ليه حد ما وصلنا ما بلا وصلنا والشيء وصلت الطريق عندنا احنا تحركنا على المنصاع والمناره هجوم. فقبضنا المنصاع والمناره تحركنا ما بعد من المنصاع والمناره على الجبال وذاك الشق فسقطناهن. بعد سقط بعده في المادي الان بنتشوف كيف من جبانته ومنضعفه ما تزعش تزعش وين لما بش بين اللغم شيء يعرف لك ينقدوه يعني على البلاطة ما عاد بش قوة ولا عاد بإمكانية قادر عاد يدافع خلاص. طبعا عادة الجبناء والجيوش التي تشعر والعصابات والميليشيات التي تشعر بالهزيمة تلجأ بحسب القادة العسكريين والدراسات الاستراتيجية في الجوانب في القطاع في الجوانب العسكرية يلجؤون إلى الألغام وإلى الألغام ليس سلاح. اللغم في الأخير هو للفتك بالإنسان للغدر به للميليشيات الضعيفة للجيوش الضعيفة تلجأ إليها. فبالتالي معظم المعارك التي خطموها ومعظم الجرحى والمصابين بسبب الألغام والمتفجرات. هذا في ما تقول من الألغام ومن ذي هذا في ما تقول من جبانته ومن ظله ومن ضعفه أن يزرع الألغام بيصيحوا من الطيران بيصيحوا من الطيران الطيران عايز معها قاعد كذا ما بشلة هذا اللي تسعمه اشتاري اشجاهك. هذا أكبر إجرام وأكبر إرهاب وأكبر مخرب على هذا. أما الطيران الطيران عاد أسمعه وهو مسافة يحن مسافة وعاد عايم تعني أدبر نفسي تغير تدبر. على العموم أخي مانع طبعا سنتحدث عن بقية تفاصيل المعارك وقصة جراحتك الأخيرة وسنستذكر معك بعض الشخصيات والقيادات والشباب الذين قدموا تضحيات ونماذج مشرقة للفداء وتضحية لأجل الوطن. لكن أعزائي المشاهدين بعد أن نخرج إلى هذا الفاصل. غسر فرسان النضال حكاية يحكي بها الأباء للأولاد فرسان النضال. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين ومع فارسنا مناع مسعد. مناع كنت تحدثني عن المعارك الأخيرة التي خطها وكذلك قصة جراحك الأخيرة. كيف دارت المعارك الأخيرة وكيف صارت؟ ما هي البطولات التي سطرتموها في مواجهة هذه الميليشيات في فرضتنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تقدمنا احنا واللواء افراد من لواءات 72 في اي جبهة؟ في اي جهة من الجبهات؟ جبهة البياض. احنا تقدمنا في جبهة البياض احنا وافراد وقادات من 72. بعد ما تقدمنا احنا مشينا من المأخرة الساعة يعني ثنتين بعد منصف الليل الى الجبهات قلنا نستعيد الموقع لانه هذا الموقع هم كان فيه 8 اشخاص الموقع من الحوثيين من الحوثيين قلنا نشتن نتقدم فيه ما وبه مواقع القلب هذا في 8 اما الميمن هو المجرم لا احنا تقدمنا بالقلب تقدمنا في الميسره انا من اللي تقدم الميسره واستحلنا الميسره والميمنه استعدتموها شليناهن بقي معنا القلب والقلب هذا يتبه في ما تقول تبه زبله يضرب يمنه ويسره ما
انا احنا متجين استحلينا الميسره والميمنه قد استحلوها زملائنا القياده اللي معاهم، واحنا معنا قياده واستحلينا الميسره وزملائي فانا جازعي وقد احنا حذرين من الاغاني. فهذا اللقب فوق حجر واذا الحجر فيها غرقه فلته في ما تقول، واللقم فوقها وانا قد بنهرب من الارض لفوق الحجر. وانا ذي وبا عندي افراد قلت لهم ساعته، قلت تحيزوا بقوا اثنين الشرعبي واحد من القران، انا بنقول لهم تحيزوا من عندي لان احنا لان تحتي لغم. ها والله انا قدهم داني بالالغام، يعني شعرت ان تحتك لغم؟ شعرت لانه فوق حجر سمعته عند قبعه. قلت تحيزوا هذا الشرعبي وذي بيتخيلون حين ما قد بيتخيلونهم عايسلموا الواحد يشلون ينتفوني من فوق الله. قلت تزعوا بس خلوني اخارج نفسي ولا واحد ولا زملائك. نعم ايوه ما رضوش، حد اصطاب في وجهه وحد اصطاب في رجله شظايا، وانا ادخل الاهلي قد معنا خبره في بعض الالغام ندخل الاوالي ونمسن لما تكتعس ويتفجر. فقدر الله ما زد متعناش ندخل الاهلي انفجر، وهذا قدر الله ومقدر ما هو الانسان مكتوب من ساعه ما يخلق لا لو ما يموت ايش ان عيسير ان قدره ان كذا أن كيف تم اسعافك وتم تم اسعافي؟ والله خلوني هناك يجي حوالي نص ساعه وانا لا دكتور ولا كانوا بعيدين عادوا بالاسعافات. ايوه وبعدها جو ناس بزوني الله يحفظهم من زملائي من 72 ومن وقايد السري حقنا الله يحفظه ابو ذراع شادر الفرجي هو معنا. وبعد هذا جاء بزونا الى الاسعاف، ولا حن ما بش لا ابره نزيف تقر النزيف اللي داخل ولا هذه ما خلت حدا يعصب لي. قلت اذا اراد الله انا عدائش وان ماشي لا به معي ابره نزيف ولا شيء، خلوني لما القى لي ابره نزيف. وصلنا للنقطة الطبية وفعلوا لي ابره نزيف وعصبوهن وهذه والحمد لله. وبعدها من هناك لهانا مرتاح. وقريت لك بقية العمليات وإن شاء الله ستقرأ لك بقية العمليات، لكن دعنا في ما الذي تستذكره في المعارك اللي خضتها في نهم من أبطال زملائك، من مواقف تعرضتم لها، من مواقف صمود، تقدم، تضحية، اقتحام لبعض المواقع الصعبة، ما الذي تستذكره من في فرقك؟ الحمد لله أني أحس بشعار أهم المواقف هذه، أحس بشعار إن إحنا كلما تقدم ولا كلما تقدمنا كلما تقدم هو إنه ما يرجع له بجثث عديدة، ولا كلما تقدمنا إنه يهرب من جهنا. وهذا قد كان معه الجيش السابق، الجيش اللي مربى بكل إمكانياته بدباباته بمدرعاته بصواريخ بما معدوا له، وكان مع الجيش السابق. من قوة الله يفعل في وقوة إيماننا شوف، وهو من قوة يعني هو مشتغر فأه ظلالة يشتغر على ما يشتغهم، لأنه شوف كيف يدي لها الله الرعب والخوف وإحنا آدمي في الآدمي غير أن الله يدي لها الخوف والرعب في قلوبهم. وهذا هو المذكر في القرآن. أهم المواقف اللي تستذكرها مواقف البطولات ولا أهم المواقف أو تضحيات لبعض زملائك؟ شوف أهم المواقف أنا قد في المنصات قدمنا 30 نفر وبحمد الله 30 من جبل على ما هو رجل تقدمنا 30 نفر وبحمد الله وبعونه انتصرنا فيه في المنصاع وقنبرنا 6 أيام واحنا والحوادث يعززوا واحنا معنا
الله يحفظهم دونا ثنتين كتاب من حقوقنا الأمانة لو الأمانة قاتلوا معنا الله يحفظهم ويرعاهم ولحد الآن وعدهم في المنصع وفي المنارة استعدوها كامل يعني هذاك شليناها كامل المنارة كان بيد الحوثة وشليناها المنصع المنصع والمنارة بيد الحوثة وشليناها هذا كان نتقدم وإحنا كم 30-40 نفر ونشلين وعاد إحنا كتيبة اليوم لها الحمد لواء لواء اللواء تذكر بعض المواقف لزملائك أثناء الشهادة أثناء الإصابة بعض نماذج الشجاعة لأحد الأفراد لزملائك كان معي زملاء الله يرحمهم أبو مفوت وهلال الفرجي قبلي الفرجي ناس كثيرين من القرعان ناس من تعز من أب من كل مكان هذه العسكرة هي توالف تجمع أبناء اليمن كامل أبناء اليمن كامل ما وشغر فلما تقول هذا حق العائلة ولا حق شيء صحيح نعم. هذا تجمع أبناء اليمن من كل محافظة ومن كل مديرية لأنها عسكرية للشعب ماشي لا كيف كان زملائك هؤلاء؟ هؤلاء زملائي كانهم يعني شجاع ويقاتلوا صناديد ولا يختافوا من حاجة كان يشل يقاتلوا وحد استشهد بالغام في قرنوت هذا وحد استشهد رصاص وشلنا قرنوت شلنا وقد مننا شهداء وجرحى وشلنا ما خلينا شيلهم وكان بيديهم والحمد لله ان احنا ذا الحين بنضحي ما بنضحيش لاجل اللي في افضل ان نظلل عليهم ولا نغرر على الشعب ولا شيء فهذا الفئه فضلين هؤلاء اللي مجوس الروافض هذا يشتغل ما هو للسيد وعمل السيد احنا ذا الحين كرامتنا وشجاعتنا وديننا وعرض العرض اغلى من كنوز الدنيا وان شاء الله طبعا سيندحرون وسينتصر الشعب اليمني عليهم ان شاء الله اخي مانع لو ما هي كجريح انت ما هي رسالتك التي تود ان توجهها للقياده السياسيه لحكومه الشرعيه باسمك وباسم كل الجرحى جرحى الجيش والمقاومه انا اقدم رسالتي باسمي وباسم الجيش الجرحى ان احنا ندعي الله ان ندين الله الشفاء العاجل امين يا رب العالمين وانهم نذكب غر رجل عليهم بهتري ونحن باذن الله سنعود للجبهات لا نعود للبيوت ولا لا اهلنا واطفالنا ولا اطفالنا وذي احنا دارين وان احنا على حق وهذا احنا على حق واطفالنا لهم الله لا شيء يوقع بنا نحن متوكلين على الله ولا حد ومن اجل اهداف وغايات نبيله احنا قلنا لك احنا كذا على حق ودارين من اجل الغايه ومن حب النبي لنا ان احنا نشتي نرجع الى الجبهات ما نشتي نرجع الى البيوت حتى يتحرر اليمن حتى نحرر اخر بقعه في اليمن من هذه الميليشيات التي تحمل اجنده اجنبيه واجنده من اجلها ايرانيه من اجلها هذا هي مخرب نعم بيخرب المساجد فجرهن وهذا مسيره قرانيه عين المسيرة القرآنية اللي تحفظ المساجد وديار مانع الدور القرآن نعم مانع معذرة لو قطعتك يعني ما هي الـ 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 كيف تنظر إلى المستقبل الوطني إن شاء الله بعد تمكن الجيش والمقاومة من يعني طرد وسحق هذه الميليشيات إن شاء الله إن شاء الله أنا أحس إن الوطن لا حياة لا رجوع يعني عادة نشاط جديد يمن جديد إن شاء الله وإلى أهم شيء تظلها الفاسدة اليمن ينشر وصرك في الدلها الله أشكرك مانع على هذه الروح الوطنية وعلى هذه المواقف النبيلة وعلى هذه القيم التي الأصيلة التي معتاد عليها من أبناء الشعب اليمني شكرا لك أخي مانع مسعد وإن شاء الله مانع مسعد وإن شاء الله ستشفى جراحك بإذن الله العظيم عما قريب وستكون إن شاء الله البلاد قد تحررت وقد تمكن زملائك في الجيش الوطني والمقاومة من دحر هذه الميليشيات الظالمة التي استهدفت حياة اليمنيين شكرا لك أخي مانع شكرا لكم أعزائي المشاهدين إلى أن نلتقي مع فارس آخر من فرسان النضال أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فرسان اللي